ترند النهارده الفنانة الجميلة آمال ماهر. آمال ماهر امبارح كان عندها حفلة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. آمال بقى لها فترة بتعود. آمال ماهر الحفلة امبارح كاملة العدد، آلاف حاضرين امبارح، وآلاف امبارح ورق مع آمال ماهر في كل أغنية وكل كلمة بتقولها. أداء آمال امبارح أداء رائع. أنا اتفرجت امبارح على الحفلة وقت طويل جدا يعني، ويمكن دي من أفضل حفلات في الفترة الأخيرة. آمال ماهر صوت قوي جدا، آمال مبهرة في منتهى الشياكة. وأنا يمكن آمال تشرفت بلقاء معاها في 2016 ربما أو 2016 مع آمال ماهر. كنا في فندق الماسة، كان في احتفالية رائعة في فندق الماسة، وعملت مع آمال حوار، ويعني كنت يعني لها كل التحية بنحييها مرة تانية. وآمال صوت قوي بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت عليها كده هي مشرفة. الجمهور تفاعل امبارح مع آمال، سواء اللي موجودين في المسرح قدامها أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، كله كان امبارح بيشيد بآمال، يشيد بالأغاني، بيشيد بصوت آمال ماهر، بيشيد بروعة آمال ماهر. وانا بحييها، كانت امبارح بجد ليله من الليالي الجميله جدا جدا امبارح. ابدعت يا امال واسعدتينا واسعدت جمهورك في مصر والعالم العربي كله اللي كانوا امبارح بيتابعوك وبيتفرجوا عليك، ولك دايما كل التحيه.